دار الملك لا شريك لبيك اللهم لبيك. المطوف هو أخو الحاج، ابن الحاج، أبو الحاج، والكبير جد الحاج، هو رفيق الحاج، هو صديق الحاج، هو اللي ربنا اختاره عشان يقوم بأدوار توعية الحاج وتعليمه لأداء مناسك الحج والعمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حجاج. باسم إن شاء الله خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، أحبكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحاج هذا بيكون عندنا لمدة شهر أو شهرين في السنة، فطبعاً يعني استقبالاً للحجاج بتكون فيها فرحة، فيها ناحية إنسانية، فيها ناحية مهنية، فيها ناحية يعني محبة بيننا وبين الحجاج، لأننا زي ما قلت لك بننتظرهم من السنة للسنة. من يوم أنشأنا إحنا صغار يعني فتحنا عيوننا إننا إحنا نعرف الحج خلاص والحجاج وكده والاستقبال حق الحجاج، وما زال ما زلنا لما دحين سبحان الله في قلبنا الطوافة. مطوف يقوم بخدمة الحجاج منذ وصولهم المملكة إلى مغادرتهم، يكون مسؤول عنهم مسؤولية كاملة إلى منذ أن يصلوا أرض المملكة لا يغادروها في أداء النسك، نسك الحج اللي هو ركن من أركان الإسلام. مهمة المطوف مساعدتهم وتهيئة الجو لهم إنهم يؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام في يسر وسهولة. المطوفة هي الجندي المجهول في مهنة الطوافة، هي الظهير الداخلي اللي دائما بتعمل خدمات طويلة جدا وعريضة ومتداخلة بدون ما يكون يعني ظاهرة في إطار الصورة العامة. بعض الناس يعني يمكن يحصروا دور المطوفة في إنها تقدم وجبات وتقدم خدمات ومش عارف إيه، هذا حقيقي، هذا دور حقيقي ومهم وأساسي بالذات زمان، لكن حقيقة هو له دور توعوي، دور اجتماعي، دور ديني. المطوف ومهنة الطوافة لها دور تاريخي، ممكن نكون نعرف جزء منه، ممكن ما نكونش نعرف جزء منه، لكن جدودنا بيكلمونا عن المطوف كان بيجي يزورهم في مصر وبيزورهم في البيت وبيتعاقد معهم على الحج بدري. طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون بالنثم. طبعا كلمة الطوافة مشتقة من الطواف، وهي يعني عبارة مصطلحة عندما يقدم الحاج أو المعتمر إلى الأراضي المقدسة إلى مدينة مكة المكرمة، يقوم الفقهاء أو علماء مكة هم من يقومون بتطويف الحجاج، ومن ثم انتقل ذلك إلى الأعيان وبعدها العوائل. طبعا الحج من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن ثم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وضع التشريع الحج اللي احنا عايشينه. فالمطوف ايام زمان كان لي مساعدين في مكة المكرمة وفي جدة وفي المدينة المنورة. في جدة المساعد اسمه الوكيل، وفي المدينة المنورة الدليل، وفي مكة المكرمة الزمزم. أول تنظيم كان للحج كان في عهد الدولة العثمانية، أو في التحديد عام 932 من الهجرة النبوية الشريفة. الأشراف في عهد الدولة العثمانية كانوا يمنحون عوائل معينة من أعيان مكة المكرمة
الطوافة ويصدرون تقارير يعني وثائق رسمية لهم. دخلت الطوافة منعطف مهم بعد ذلك في عهد الدولة السعودية الثالثة التي تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كانت البداية عندما ضم الملك عبد العزيز الحجاز للدولة السعودية عام 1924 للهجرة، طالب بدراسة المعوقات اللي يواجهها المطوفين، المشاكل لهم. الحمد لله الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا وجعله أول بيت وضع على الناس. قال تعالى أن أول بيت وضع على الناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات وأمر إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. وفي نفس الوقت اتخذ خطوة أخرى اللي هي كانت تنظيم السؤال عن 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 الطوافة وتنظيمها لتحويلها فيما بعد إلى مهنة. طبعا تحويلها فيما بعد إلى مهنة كانت في البدايات أواخر التسعينات الهجرية، بداية العام 1400، عندما تم تأسيس المؤسسة أو تحويلها من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي. المؤسسات حوالي 6 مؤسسات لو قسمناها، مؤسسة أمريكا وأوروبا، تركيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا، الدول العربية، جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا، وإيران وأفريقيا الغير عربية. هذه 6 مؤسسات بتخدم الحاج كمطوفين. في الداخل، حجاج الداخل والمقيمين في الداخل لهم مؤسسات، ولا يسموا مطوفين، يسموا مقدمي خدمات حجاج الداخل. الحكومة السعودية هي التي وفرت المؤسسات الأهلية، ثم المؤسسة الأهلية يعني هي التي عرضت الخدمات للبعثة الأندونيسية مثلا، والبعثة الأندونيسية التي اختارت المكاتب وكل شيء. هذا بالنسبة للبعثة، الحجاج تتبع بعثة. أما الحجاج الذي يعني الحجاج شركات، يعني الشركة هي التي تأتي إلى مكة مثلا، إلى السعودية، إلى مكة، وهي التي تختار أي مكتب. إحنا بنصرح من قبل وزارة الحج، بيعطونا تصريح سنويا بأنك أنت مرخص لك لخدمة الحج لهذا العام. طبعا في ترخيص مدة 5 سنين، بس كل سنة لازم إذا اكتملت الشروط معها ونفذتها بتجيزك وزارة الحج، بتقول لك أنه هذا التصريح لك لخدمة موسم حج عام 35 أو عام كذا. الصورة اللي كان عليها جدودنا في تعاقدهم مع المطوفين في بلادنا أو بييجوا مصر أو بنستضيفهم، صورة اتغيرت دلوقتي وبنحس بيها مع وصول الحجاج لبوابة مكة أو يعتبر لمكتب المطوف اللي بيمثل دلوقتي زي مجموعة مطوفين. زمان كان المطوف فرد، دلوقتي بقى أصبح مجموعة بتسمى تحت مكتب، تحت مجموعة. بتحسها هو يعني هو وأولاده حابين يقدموا لك زمزم، حابين يقدموا لك وجبة خفيفة وانت داخل، لأن أهلهم ربوهم على الحج جاي تعبان شقيان عطشان، فتلاقيه دايما مهتم بحكاية أنه يديك زمزم ويدي لك أي حاجة تاكلها، لأنه مع خبرة العمل عارف أن في ناس عندها سكر، عارف أن في ناس جاية من بلاد بعيدة. أول ما يوصل الحاج تأتينا برقية، كانت الغرف، وصل لكم على الخطوط اللبنانية كذا أو التركية كذا، أو وصل لكم عددك، فنبدأ نستعد لهم. خلاص دي أول مجموعة تيجي، أول مجموعة تيجي بنستقبلها، ممكن وعندنا مندوبين الموجودين عند الوكلاء يستلموهم، الوكيل مسؤول عن تسليمهم في الباص، إنهاء إجراءاتهم في جدة وركبهم الباص ويرسلهم لنا بالسلامة، وإحنا نكون واقفين نستناهم تحت عين باب البيت. من يوم ما يوصل الحاج أهلا، دخل الحاج من الأوتوبيس يستقبله عند باب الباص أهلا،
ونسلم عليه وريحته بالنسبة لنا كأنها يعني ريحة مسك. أهل مكة والمطوفين هم في العادة مشغولين ومنهمكين بخدمة الحاج في مكة، فيجب كان من المفترض أن يكون معاهم شخص ينوب عنهم في استقبال الحاج في جدة، وخاصة من يأتوا من اللي بيقدموا عبر البحر، يحتاج لهم أشخاص يمثلوهم، يستقبلوهم، يرحبوا بالحاج، يوصلوا لهم هو إلى مكة أو إلى المدينة للدليل في المدينة. فكان دور الوكيل في السابق إن هو يستقبل الحاج من على البواخر، كل بجنسيته، يحطهم في قوائم، إذا كان يحتاج لهم ضيافة في مدينة الحجاج يخليهم يرتاحوا يومين ثلاثة عبال ما هيئ مراكبهم وسياراتهم ونقلهم إلى مكة. أول حاجة بنعملها قبل موسم الحج بيتم التنسيق مع المطوفين ومع السكن في مكة والسكن في المدينة. بعد ما بنيجي على مطار جدة بيتم الاستقبال وإنهاء الإجراءات ويتم الوصول إلى المطوف بمجموعة الحجاج الخاصة بشركته، ويتم إعطانا هدايا والأساور الخاصة بالأوتيلات بتاعتنا. وحضرتك بالنسبة للحج هو بيعتبر منظومة كاملة متكاملة، لازم الكل يتعاون مع بعض من الأول إلى الآخر. فبتبتدي من أول طلب الحجز من شركات السياحة، شركة السياحة لازم تبقى متفقة مع شركات الطوافة، بالتالي بيجينا الحجز، نبتدي نعمل عقود حجز الحج بالنسبة لعدد الغرف، عدد النزلاء، فبالتالي أنا باخد الحجوزات وبأكد عليها. أول ما بأكد الحجز بتاعي لازم أقفل الغرف للنزيل. أي حاجة متعلقة بالحجاج إحنا بنبقى مسؤولين عنها داخل الفندق عندنا، من قبل الوصول، ساعة الوصول، أثناء الحج، الفترة اللي بيها موجود عليها لغاية لما بيغادر، كلنا بنتعامل مع بعض إن إحنا نقدر نحل أي مشكلة، وبنبقى يعني نقدر نقولها كده بلغة تانية، بنبقى حاضنين الحاج لغاية لما، من ساعة ما بيوصل لغاية لما يوصل إن شاء الله بالسلامة يرجع بلده. وجاء زمزم يشتق الزحام بها، فاستقى بلسما من مائها العذب. زي ما كان في وكيل في جدة للمطوف، في زمزمي في الحرم للمطوف. الزمزمي هذا موجود كان في منطقة الحرم حوالين الطواف، حوالين الكعبة. كان الزمزمي هذا مهمته أنه هو يسقي حجاج المطوف. الحقيقة المهنة دي كانت في الماضي طبعا هو فردية، يعني كان كل زمزمي يقوم بسقاية الحجاج التابعين له في داخل الحرم وأيضا خارج الحرم. داخل الحرم كانت طبعا هناك خلاوي، الخلوة هي عبارة عن غرفة صغيرة في داخل الحرم، كل زمزمي كان عنده خلوة يقوم بتخزين الدوارج الخاصة به والأزيار. أيضا أتذكر الماضي أنه كان كل زمزمي عنده نشان أو شعار معين عن طريق الفحم والشمع بالمسواك، ويقوم برسمه على الدورج، الهدف منه أنه هذا النشان يعرف للزمزمي فلان. أيضا الهدف منه في نهاية موسم الحج يقوم بتجميع الدوارج الخاصة به حسب النشان ويضعها في الخلوة. الحقيقة استمر هذه المهنة واستمر هذا العمل الفردي حتى عام 1403 أنشئ مكتب الزمازمة الموحد بموجب أمر سامي، ومهنتهم هي الهدف منها سقاية الحجاج في مساكنهم في مكة المكرمة. الآن برضو مع عملنا المؤسسي أصبحت في حاجة اسمها مؤسسة الزمازمة. الزمازمة الآن أصبح يعني وضعهم مختلف، الآن أصبحت مسؤوليتهم إنه يوصلوا
الزمزم إلى سكن الحجاج. هذا كان طبعا من القديم بس الآن أصبح أكثر، لأنه أصبح الآن الزمزم في الحرم مسؤولية شؤون الحرمين، ولكن في منازل الحجيج اللي بيوصل الزمزم هم الزمازم. يعني الزمزم ده أحد المساعدين الأوائل للمطوف، لأنه أنت مش معقولة هتكون عندك كل حاجة، فالزمزم هو اللي بيكون في علاقته مع المطوف، كنا بنتصل بالزمزم أو هو يتصل فينا، اليوم كم جاكم؟ فنقول له مثلا 50 نفر، يروح صبح من الصبح 7 الصلاة الفجر جايب زمزم يكفل الخمسين دول. أنا كحاج لمسة جميلة ما بنساهاش، إنه على باب مكة لما بوصل عند المطوف باخد زمزم. الحاج وكل مسلم مشتاق إنه يشرب زمزم لما بيوصل وهو تعبان، وبتكون أول حاجة يشربها الحقيقة بتبقى لها انطباع جيد، والمطوفين دايما حريصين عليها. صراحة دخول الحاج في عرفة شيء إحساس والله ما أعتقد أنه أحد يقدر يوصفه، لكن أقول لك أننا أمانة نخرج مع غروب يوم عرفة بفضل الله، والله العظيم نبكي، والله نبكي. نبكي من إيه؟ من الفرح أن ربنا أتم أكرمنا بأن إحنا أتممنا وخلينا الحجاج أدوا الفريضة ووقفوا بعرفات وخرجوا سالمين غانمين. ويا فرحتك ويا هناك ويا مناك لما نخرج الحاج هو يقول لك روح الله يكرمك الله يبارك لك ويدعي لك. يوم 6 ذو الحجة بنبدأ في الترتيب والتجهيز لتصعيد الحجيج من مكة المكرمة إلى منى وإلى عرفات. طبعا من يوم 6 احنا بنكون مجهزين الحافلات تبيسات طبعا خاصة بكل شركة. حجاج بيوصلوا إلى المخيم في منى وفي عرفات، بيكون فيه من المطوفين المسؤولين في موقع عرفات وفي موقع منى اللي بيستقبلوهم وبيرحبوا بيهم وبيسكنوهم في الأماكن المخصصة لهم. بالنسبة لموقع عرفات احنا طبعا بنستلم موقع عرفات، تعتبر أرض يعني صحراء قاحلة، يعني تستلمها ما عليها أي شيء، يدوب بتكون تجهيزها فعلي أسل فعلي لخيام، خيام اللي هي الخيام العادية ما هي مجهزة أنك أنت تعمل فيها الكلام اللي احنا بنعمله من خيام ألماني ومن حمامات وحدات كاملة تبع الحمامات، ما فيها تجهيزة دي كلها، فإحنا بنضطر نعمل كل شيء من ولا شيء، بنعمل الشغل كامل. المطوف متخصص كل شغله حتى بعيدا عن الفنادق في المشاعر، منى، مزدلفة، عرفة، وكل الخدمات اللي بتقدم في المناطق دي هي خدمات وقتية عايزة مجهود في زمن قليل وزمن بسيط، ولكن بإنتاجية عالية مفروض إن مفيش حاجة فيها تنقص. عند وصول الحجيج طبعا حسب الاعداد حقتهم يوجههم مثلا للخيام اللي المعده لهم، وفي هذه الاثناء يقدروا زي ما بقول لك الطباخ يقدروا جهز وجبه الفطار. بعد ما يتناولوا فطارهم يجلسوا في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والتلبيه الى صلاه الظهر. بعد صلاه الظهر يبدا المطوف في موضوع دعاء يوم عرفات، يدعو الحجيج يعني بأعدادهم الكاملة تقريبا، يجوا عنده في الصالون الضخم اللي هو مجهزه علشان استقبال الحجيج لصلاة الظهر والعصر قصر وجمع، ومن ثم يبدأ الدعاء إلى أن ينتهي من دعاء يوم عرفة. أسألك يا الله مسألة المشفق إليك المضطر إليك، نسألك يا الله ألا تخرجنا يا رب
من هذا المكان الطاهر الكريم إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. أنا بدي أذكر طرفة بسيطة جدا وعمل عمل جميل جدا بتعمل حكومة الله يعزها من أيام الملك فيصل. الملك فيصل كون فريق مكون من المطوفين، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، عدة جهات معنية. إيش مهمة هذا الفريق؟ الفريق هذا يتوجه إلى مساكن الحجاج يوم تسعة. في بعض الحجاج كبار في السن، إلا ما نزل، ما طلع الباص، إلا ما أدري إيه، إلا كان لا سمح الله في دورة مياه ما خرج، بيبقوا ساعات ويروح عليهم تسعة وما يطلعوا الحج، هو جاي قاطع الشهور عشان ده اليوم. فكونت اللجنة هذه ولا زالت إلى يومك هذا، اللجنة هذه تمر على كل مساكن الحجاج تقريب للتأكد إنه كل الحجاج طلعوا عرفة. إضافة لكده بيمروا على كل المستشفيات، كل المستشفيات يطلعوا فيها، وفي هناك رعاية خاصة للحجاج المرضى حتى وإن كانوا في العناية المركزة، بيطلعوهم برعاية خاصة جدا، يوقفوهم على أرض عرفات لدقائق، اسم إنه وقف في عرفة، ثم يعودوا به مرة تانية إلى المشفى والمستشفى اللي هو فيها. حتى السجناء حاج في عنده مشكلة، أنا أخذه بسجنه بأنقله إلى عرفة عشان لا أفوت هذا اليوم العظيم الجميل. طوبى لمن حج بيت الله، يركب الحجاج الباص في طريقهم إلى مزدلفة. في ذاك الزمان كنا ننقل الخيام لمنى ونفردها تاني في منى، فإذا وصلوا منى خلاص هما في منى لمدة 3 أيام. اللي يبغى يروح مكة نودي مكة، اللي يبغى يروح الجمرات عندنا كانت أعلام بيارق باسم المطوف، مطوف فلان يركب معاه، يأخذوا الحجاج معاه ويروح لهم بالبيارق عند الجمرات، يرجموا ويرجعهم تاني، ولا يبغى يروح مكة يركبوا مواصلات وينزلوا على، لأنه ما كانت ترجع المواصلات وما كان فيه اللي عملت ون وي، ما تقدر ترجع تاني. طبعا بيكون وضعنا بالنسبة للحجاج، استقبال الحجاج في منى، بيوصلون الحجاج من مشاعر عرفات وهم طبعا تعبانين من المشوار، الزحمة، بداية بيوصلوا عندنا في منى، بنكون في عملية استقبالهم لتسكينهم بأغراضهم بشنطهم بمعداتهم، بنكون طبعا في استقبالهم بعملتنا بحيث أن العمالة يكونوا معاهم في شيل عفش الحجاج، شنطهم، أغراضهم، توصيلهم، تسكينهم في خيامهم. وظيفتي في المجموعة نقل الحجاج من مخيم منى إلى جسر جماعات بأمان وسلامة، ثم عودة بهم إلى مخيمهم. خروج الحجاج عن طريق أفواج، حيكون هناك في علامات، حيكون فيهم مقدمهم موظف مسؤول عندنا، حيكون معاه لوحة إعلامية، وفي الخلف نفس الحكاية حيكون عندها لوحة، بحيث لا يضيع الحاجي من مجموعته ولا يخرج عن مجموعته، يكونوا كلهم كاتفين. شغلتنا نأخذ الحجاج ونوديهم يوم الجمرات، ونحافظ عليهم بمجموعات، نرفع رايات ما يسمع عليها رقم، هم يشوفوا رقم عشان ليتوا مجموعة الحجاج 50 حاج، وإحنا 2 نطلع 50 حاج يوم الجمرات ويجوا ثاني. لخص كمان دورنا في عملية الإشراف الشامل على خدمات الحجاج من تغذية ومشروبات ونومهم، بالإضافة إلى إننا بنقوم بعملية متابعة تفويجهم إلى جسر الجمرات على حسب الجدول المرسل لنا من وزارة الحج.
بالإضافة إلى ذلك بنتابع حالاتهم الصحية، لا سمح الله في حالة وجود أي حالة مرضية بنتم يا إننا إحنا بناخدها إلى المستشفى أو أقرب مستوصف، أو بيتم بلاغ بعمل بلاغ إلى الهلال الأحمر أو إسعافات المؤسسة لنقلهم إلى أقرب مستشفى. الحاج بيشعر بدور المطوف بشكل كبير في مسألة إنه لما بيجي له عارض يخصه في مرضه، في لا قدر الله وفاة، إحنا الواحد بيبقى حاسس بأمان إنه برضو إن عنده حد مسؤول عنه هيقوم له بكل إجراءاته الرسمية مكان أهله. ده دور أصيل للمطوف ما اختلفش زمان عن دلوقتي، وأعتقد بإذن الله مش هيختلف كتير بعد كده. ثالث أيام التشريق يتم إدخال الحافلات لنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر مكة المكرمة بعد إتمام جميع مناسكهم، وننزل مع آخر دفعة تنزل وننزل على مكة، ونبدأ كأنه لسه جاي جديد الحاج سكنه تاني سكن في سكنه اللي جامع عادوا فيه، عاد يسموه التفويج إلى 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 ديارهم، كانوا يسموه إلى ديارهم أو إلى بلادهم. التغذية في المخيم تقدم عن طريق أحد فنادق درجة الخمس نجوم الذين يتمتعون بالخبرة والدراية والوسائل الصحة والأمانة اللازمة. لا يمنع هذا من الدور الإشرافي المباشر لي كرئيس مجموعة على ما تقدم هذه هذا الفندق من الأغذية والمشروبات التي تقدم للحجيج، حتى أتأكد من أنها تقدم بالمستوى المطلوب الذي يرضي أذواق الحجاج جميعا. لما يجيك الحاج يقعد عندك من شوال الين محرم، خلاص صار بينك وبينه محبة، وجاب معها بنته وبنته عجبت ابني وابني مش عارف مين، صار في تواصل، صار في اتصالات، وصار في محبة، وصار في تآلف، ودرسوك ودرسوا أخلاقك وانت درست أخلاقهم. ما كان إلا أخذ ولده من يده ولا يطلع هو ويجي على أساس إنه يبغى يخطب الولد ويروح هو متجوزة. كل أسرة في مكة عندها نسب أو صهر مع أسرة في العالم الإسلامي، وخاصة الأجناس التي يعملوا معهم في الطواف، بمعنى إنه العرب إذا إحنا يعني أكثر حجاجنا عرب بيكون في صهر ونسب مع العرب، ونفس الشيء جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وتركيا وإيران وهكذا. صار في قلت لك انصهار بين الأسر بين الحاجات والأهل، فيقعد يتكلم معهم. يتعلموا منهم الطبيخ، هم يتعلموا أنواع الطبيخ، يعني البامية هذه أكلة تركية، فأهل مكة ما تعلموا حبكة البامية إلا من الأتراك، الفاصولية، الأشياء تانية، الملوخية من المصريين. كنا زمان نستني الحج، نستني يعني سبحان الله، خلاص نعرف إنه بعد العيد خلاص يغلق العيد، إحنا نستني الحج، يعني هيا أبويا متى دحين يحط البرزة حقتها، كانت في برزة عند الباب يحط كرويتات، ويجوا الصبيان خلاص ويتقشع البيت، ونطلع كلنا في الأدوار العلوة اللي فوق في السطوح، البيت إفضى، يعني تبقى كل يوم تستني متى
الوالد يكلمنا ترى اليوم أنا داخلين لي جايين حجاج في الصبح، أنا جايين نبقى سبحان الله في الطاقة، اليوم جاي الحجة الفلاني، اليوم جاي الحجية الفلانية، متى توصل؟ سبحان الله، يعني كأنه أحد من قرايبك هو اللي جايك. كان عندنا الباكستاني وعندنا المصري وعندنا التونسي والجزائري والليبي والمغربي والنيجيري وكل الجنسيات عند مطوف واحد، ونفس الشيء الآخرين كلهم. فكان في لغات، ممارسة الإنجليزية تلاقي أهل مكة يتكلموا الإنجليزية أفضل من أي منطقة تانية. ليه؟ لأنه كانوا يجوهم الباكستاني والهندي والهذا كانوا يتكلموا إنجليزي وكانوا يفرحوا بالحاج فرح لا بعد ولا قبله. متى يجي الحجاج ويستنوا يا الله كم باقي على الحج وكم باقي يقعد ويجهزوا المعمول من أول ما يخلص شوال نص شوال يبدأوا يلا جيب العجينة جيب التمرة جيب يلا هذا والبيت كله يقعد يشتغل. زوجة المطوف هي جزء مهم جدا من الخدمة وجزء مهم جدا من فريق العمل، وقد تكون هي رأس المهنة ورأس العمل في الداخل في الأسرة. والدة المطوف وزوجته وأخواته وبناته دورهم حتى في انتقاء الهدايا وتصنيفها، لأنه كانوا الحجاج المطوفين يذهبوا إلى الحجاج ويتعاقدوا معهم ويأخذوا معهم الكثير من الهدايا. هنا داخل من الداخل المرأة تشتغل. لما يجوا الحريم اللي بلا رجال، فكانوا سبحان الله يعني هم يستحوا من الرجال ما يخشوا معهم الله يكرمك الحمامات حقت الرجال، يجوا عندنا حماماتنا يعني الله يكرمك اللي عندنا في الداخل، تدخل الحاجية تستحمى وتغسل نفسها وتتوضى. فكانت سبحان الله والدتي الله إن شاء الله يرحمها ويكرمها كانت تقول لها سيبي غسيلك أنا أغسل لك هو، فكانت الحاجية تصب لها سبحان الله الصابون تقول لها يعني هذا الصابون عشان تغسلي لي. وكانت والله والدتي أول الزمان ما كان عندها حتى غسالة، كانت تغسل على يدها. في سنة من السنين قبل الحج وصل مجموعة من الحجاج وأنا كنت في استقبالهم، كان من بينهم 2 حجاج كبار في السن يعني بتاع 70-75 سنة، شكلهم كانوا أصدقاء جدا لدرجة أنهم كانوا ماشيين يعكزوا بعض الاثنين، فهم الاثنين كبار في السن. فمحمد جلس حسن في مكان قال له انتظرني هنا أنا حروح أدخل الحمام وأرجع لك مرة تانية. وكان حسن مضيع أو ما هو معاه ال- 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 الكرت اللي يثبت مين هو أو شخصيته كده. فمحمد خوفا على حسن شال الكرت بتاعه وخلاه مع حسن، واخذ بعضه وراح يقضي غرضه. ضاع هذا اللي ضاع علينا دحين مين؟ محمد. حسن اللي معاه كرت محمد وهو جالس في مكانه اتوفى. ابلغتنا شرطة الحرم انه ليكم حاج متوفي في الحرم، طبعا طلعنا جواز سفره، طلعنا عملنا اجراءاته، دفناه، طلعنا شهادة الوفاة. في نفس الوقت اصبح عندنا مفقود، المفقود عندنا حسن. فبعد فترة واحنا بنعمل بحث بندور على طبعا لينا اجراءات بحث معينة مع الشرطة مع التسول مع المستشفيات مع ثلاجات الموتى، ففوجينا ما لقينا الرجل هذا. في يوم أنا جالس في المكتب فلقيت الراجل هذا داخل علي جايبينه من الناس يقولوا الرجل ده ضايع لقينا. أهلا حاج أنت اسمك إيه؟ قال لي أنا اسمي محمد. عمي الله أرضى عليك إحنا محمد هذا دفناه. قال لي عمي أنا محمد أنتوا اللي مات هذاك حسن. يا عمي الله أرضى عليك الأوراق طلعنا يا عمي. قال لي أنا محمد أنا عز حسن هو اللي مات مو أنا اللي مت. تذكر حقيقة أنا أحد الحجاج الصينيين اسمه الحاج لقمان، وصارت علاقة بيني وبينه كبيرة بسبب أنه زيارة المكتب وبسبب هذه الخدمة اللي بيأديها المكتب للحجاج واستقبالهم بماء زمزم. فكل سنة عندما يأتي الرجل لابد يجي يزورني في المكتب، صارت علاقة كبيرة بسبب هذه المهنة العظيمة. وأنا أذكر في سن مبكرة يمكن سني 9 سنوات 10 سنوات كنا حاجين مع أحد المطوفين، وكانت جارة المطوف اللي احنا معاه
مطوفة. طبعا المطوفات يقوموا بأداء نفس الخدمة تقريبا. وفي ذيك السنة أنا أذكر هذا الكلام يعني يمكن من حوالي 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، توفى عندهم حاج من الحجاج وكانوا من جاوة أندونيسيا. أنا شفت منظر أمانة إلى الآن والله عالق في ذهني، كيف المطوفة وهي ست كيف تعاملت مع جثة الحاج الميت بعد العصر توفى، شالته شيل، أهله منهارين، شالته شيل والله أكثر ما يقل يعني، شالته حمل حمل حملته، والحجاج الأندونيسيين طبعا تعرف أجسامهم، حملته حمل، ما كانت في سيارة إسعاف، كانت في بهيمة حمار وعليها عربية حقت زي اللي عم يتكرروا نقول له إحنا، حطته عليها. طبعا إحنا ما شفناها إلا تاني يوم. طبعا في مقبرة في عرفات، الست هذه أخذت الحاج ودته على المقبرة. طبعا الحاج المحرم لا يغسل ولا يكفن، يدفن مباشرة. فتاني يوم في العيلة اللي معاها طبعا صعدوا الحجاج ونفروا من عرفة وراحوا المزدلفة، هي كانت مشغولة كل شغلها بالحاج هذا كيف تكرمه وتلحق تدفنه في مكة في عرفة، وممكن ياخذوه على مكة يدفنوه، بس هي تبغى 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 يعني تبغى تحظى بشرف انه الحاج هذا دفن في عرفة واهله وذويه يعني يقولوا ابونا دفن في عرفة. أهم حاجة زي ما كلنا عارفين دورنا الأساسي خدمة الحاج، وعشان ربنا يكرمنا لابد إن إحنا نركز ولابد إن إحنا يعني نكون ملتزمين في تنفيذ كل الأشياء اللي حتسلم لكم على أكمل وجه إن شاء الله. نصايح الوالد في الطوافة كان بينصحنا الاهتمام بالحاج، كان بينصحنا الصبر على الـ 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 على المشاكل مع الحجاج، كان بينصحنا أهم حاجة كان بينصحنا إيه، يقول عامل الله سبحانه وتعالى وخاف الله في الحاج. هذه كانت أكثر حاجة كان يقول لنا هي، بالإضافة لمقولة الشهيرة أنت بتأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى قبل ما بتأخذ أجرة من الحاج، فحاسب الله على الأجر قبل ما تحاسب الحاج على الأجرة. والآن دوري أنا بعد الوالد في نصيحة أولادي، أنصح أولادي بنفس الشيء. دي ما هي شغلانة الواحد باختيارته أنه يكمل فيها أو لا، دي تشريف تعتبر بالنسبة لنا إحنا كمطوفين، بنعيش في الشيء ده يمكن لفترة بسيطة، ممكن نستناه من سنة للسنة. في ناس بيجلسوا طول السنة ما مشغلين، ناس متقاعدين بس فترة موسم الحج ده بيرجعوا يشتغلوا مرة تانية، لأنه ده بالنسبة ليهم شيء يتشرفوا به. يمكن حتى وإن كانت وظيفته بتكون شيء بسيط يعني ما يعتبر ذاك المجهود العالي، لكن بالنسبة ليهم تعتبر الدنيا وما فيها. في منهم وظيفته بتكون حتى لو على أنه بيدي الحجاج موية زمزم يشربوها، مع أنه هذا الشيء بسيط بس عنده هو تعتبر تسوى الدنيا وما فيها. وقت نعومة أظافري كنت أشتغل مع أبويا سيد جميل تونسي الله يرحمه، كان هو المطوف، وكانت عندنا جناس عدة وليس جنس واحد، كانت كل الدول العربية من مصريين لسوريين لليبيين لمغاربة لتوانسة لجزارية كل الأجناس. علمني الله يرحمه، تعلمت منه الشيء الكثير الكثير الكثير، كيف نعامل الحاجي، كيف يوصل الحاجي ونعامله، كيف نتكلم معاه، كيف نستقبله، كيف نسكنه، كيف نراعيه ونحافظ عليه، كيف نطلعه للمشاعر. كنا ننصب الخيام مو زي دحين، كنا ننصب الخيام في ذاك الوقت في عرفة وطلع الحجاج فرحانين مبسوطين. والله في الطوافة أنا أصلا بنت مطوف،
أبويا كان مطوف الله يرحمه، وإحنا عشنا في وسط الحجاج معاهم الحمد لله، نشأنا وتربينا معاهم في وسطهم من يوم إحنا صغار. كانوا يجي الحاج من يوم ما يجي نستقبله يعني بصدر رحب ونفرح بيه بجيته. فعلا المهنة دي ليها ناسها اللي إحنا بنبقى في إطارهم وفي تحت جناحهم بشكل كبير، هي شرف وفخر للي بيشيلها. وشفت مطوفين بيورثوها لأبنائهم في اللمسة بتاعت شيل الشنطة، اسأل الحاج، ما تخلوش يعطش، ما تخلوش يجوع. فدي حاجات كلها الواحد شافها في الطوافة. شعورنا بالنسبة للحجاج وهم مغادرين من عندنا، أول حاجة طبعاً شعور من ناحيتنا شعور مؤلم نوعاً ما لمفارقة ناس، يعني تقريباً تقدر تقول إنهم يعني بصفة يعني تقريباً 3 أيام هم يومياً رايحين جايين علينا، فتقدر تقول حصل نوع من أنواع الألفة بيننا وبينهم. وفي نفس الوقت بتكون سعيد لنفس الحاجة إنه هو راجع لأهله وأدى فريضة مكتوبة عليه من ربنا سبحانه وتعالى. إحنا من الداخل بنعطي حاجات أخرى مختلفة تماماً على الخدمة الصرفة، وبنعطي حاجات إنسانية، وده المهم. المفروض المطوفة يعني مش تكون موجودة في الصورة فقط للوجود، لابد أن تكون موجودة حتى تعمل الدور المنوط بها. الشرف اللي إحنا بناخده ده بشغل الحج ده يمكن ما حد في الدنيا ممكن يتصوره غير اللي اشتغله، لكن إن شاء الله طالما الواحد لسه عايش وبيقدر يتحرك إيش يمنع أنه يكون بيخدم حجاج بيت الله؟ إحنا الله كرمنا بهذه المهنة عشان يقدم الخير للناس. يقوم بها مجموعة من المطوفين في النهاية تؤدي إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام. تعلمنا كيف معاملة الحاج بأسلوب الحسن الليل، أنه هذا الحاج هو ضيف الله سبحانه وتعالى. كان الحاج لي وزن ثقيل للمطوف، والمطوف كان لي وزن ثقيل عند الحاج، كان قدوة حسنة. فالحاج هو حبيبنا، أخونا، صديقنا، ابننا. الحجاج كانوا أهل، يعني كنوا قريبك اللي عايش معاك في الحج، مو إنه سبحان الله حاجي ما تعرفه ولا يعرفك ولا شيء. كل من على أرض مكة، كل من على أرض المدينة، وكل من على أرض الحجاز، وكل من على أرض السعودية يتفانوا لخدمة الحاج. فالحاج شرف عظيم أكرمنا الله به. فحسبي رؤية العرب وأن تشاهد عيني.